يسعدنا أن نعلم اليوم عن نجاحنا في تحقيق مستويات قياسية في التخارج من 5 مؤسسات بحرينية ناشئة في المجال التقني، حيث تأتي عملية التخارج كجزء أساسي من أهدافنا الربحية في مشاريعنا الاستثمارية في المؤسسات الناشئة. طبعاً شركة تنمو هي الشركة الأولى اللي تعمل بمفهوم الاستثمار الملائكي في مملكة البحرين، تم تأسيسها في 2011. فتخرجنا جزئياً من بعض من إحدى الشركات من كم سنة، ولكن هذا التخرج أو التخرج الأول اللي أصبح بالكامل. الحمد لله رب العالمين، المضاعف اللي تخرجنا به هو تقريباً 6 أضعاف، اللي هو أكثر من المتعارف في هذه المدة الزمنية. فتخرجنا 6 أضعاف في تقريباً مدة زمنية تقارب 4 سنوات. فالحمد لله هذا بالنسبة لنا إنجاز عظيم، فخورين جداً. طبعاً تنمو بدأت في 2011، ومنها استثمرنا في 32 شركة، وهاي الشركات الحمد لله حققوا أكثر أو خلقوا في السوق أكثر من 200 وظيفة، واستفادوا أو قدرنا أن نساعد الشركات أن ينمون من شركاتهم ويحصلون تقريباً 10 مليون دولار أو أكثر من التمويل والدعم من المستثمرين الثانيين. وهذه يعني شيء جديد من نوعه، وتنمو كانت البداية في الخليج أن تكون شركة بمفهوم الاستثمار الملائكي، والحمد لله هاي فخر للبحرين وفخر لتنمو، وفخر أن تخرجنا من هاي الشركات البحرينية اللي تأسست في البحرين وحين ما شاء الله عليها العالمية. واحدة من الشركات عطتنا 20 ضعف من الاستثمار اللي حصلناه.